المنتخبات العربية وتقييم التجربة، كلام كتير جدا خاص بالبطولة تنظيميا وفنيا. خلينا ناخد عبر سكايب مع صحفي التونسي المقيم بألمانيا الأستاذ محمد أمين الكناني والمتخصص في كرة اليد. مساء الخير على حضرتك أستاذ محمد، يعيشك. مرحبا بك أخت أميرة، ومرحبا بكافة متابعي قناة ون تايم سبور. برحب بيك أكيد في البداية، وحابة طبعا أعرف من حضرتك انطباعك إيه عن تنظيم مصر للمونديال والصورة والتحدي الكبير اللي أنت شفته من خلال الشاشات. مونديال المصري هو أول مونديال ب 32 فريق عوض عن 24، وهذا يعتبر تحدي لمصر وللجنة التنظيمية اللي حتى اليوم التنظيم ممتاز، وردود أفعال الصحافة العالمية ردود ممتازة رغم التشكيك في الأول. 4 قاعات عالمية وتنظيم ممتاز لحد اليوم. طيب أنا حابة أعرف من حضرتك تقييمك إلى المنتخبات العربية المشاركة في المونديال حتى الآن. المنتخب المصري منتخب ممتاز وقدم أداء ممتاز وفاز في 2 مباريات، ويعتبر أيضا منتخب مرشح أن يكون من التوب 5. نأتي للمنتخب التونسي اللي قدم مستوى ضعيف أمام منتخب البولندي، وتنتظر اليوم مباراة صعيبة أمام منتخب البرازيل، وأيضا تعتبر مجموعته مجموعة صعيبة نظرا لأنه إضافة إلى منتخب البرازيل أيضا المنتخب الإسباني اللي يعتبر أيضا مرشح للفوز بالمونديال. منتخب المغرب والجزائر شاهدناهم في الديربي المغاربي، منتخب الجزائر كان منتخب ممتاز أمام المنتخب المغربي، لكن البارح كان قدم أداء متوسط وضعيف أمام المنتخب الأيسلندي. طيب أنا حابة أما المنتخب المغربي تفضل كمل. المنتخب المغربي حقيقة منتخب ضعيف، كان هزم أمام منتخب الجزائر، والبارح أيضا هزم أمام المنتخب البرتغالي. والمنتخب القطري كان انتصر في المباراة الأولى، وتنتظر اليوم مباراة صعبة أمام المنتخب الياباني. طيب أنا حابة أتكلم معاك في نقطة نقطة. خلينا نبتدي بمنتخب تونس اللي عنده مباراة النهاردة أمام البرازيل. قلت لي إن مباراة صعبة، هل تونس شايف إن هو حظوظه صعبة في ظل المجموعة اللي هو متواجد فيها؟ يعني أنت قلت لي الخسارة أمام بولندا، ولكن عنده كمان في المجموعة البرازيل وإسبانيا، فواضح يعني المباريات القادمة، مباراة النهاردة والقادمة هتبقى أصعب من مواجهة بولندا. هذا هو، لأن المنتخب البولندي يعتبر المنتخب الوحيد المتناول، والمنتخب التونسي أضاع فرصة الفوز أمام المنتخب البولندي. كان في الشوط الأول وصل مع 5 وكنا منتصرين، لكن نقص خبرة اللاعبين ساهمت في تراجع المستوى، وخرجنا الشوط الأول متعادلين، وفي الشوط الثاني كان حقيقة شوط بولندي وانهزم المنتخب التونسي. اليوم منتخب أمام المنتخب البرازيلي اللي يعتبر منتخب عتيد قدم مباراة كبيرة ياسر أمام المنتخب الإسباني، وحتى طريقة لعبه تشبه كثير طريقة لعب المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني بطل أوروبا ويعتبر أحد المرشحين للفوز بالمونديال، إضافة إلى كل من الدنمارك النرويج وفرنسا. مجموعة صعبة، المنتخب التونسي أضاع فرصة الترشح للدور القادم أمام المنتخب البولندي، والحظوظ بدأت في التراجع حقيقة. يعني حظوظ المنتخب التونسي في التأهل من المجموعة بنسبة قد إيه حضرتك شايفها؟ 30-40% حقيقة، لا أكثر. نسبة ضعيفة. نسبة ضعيفة لأنه الترشح كان على المنتخب التونسي أن يحسم من المباراة الأولى أمام المنتخب البولندي. وتذكير المنتخب البولندي يعتبر منتخب ضعيف، ليس المنتخب البولندي اللي كان شارك في 2007 في المونديال. المنتخب البولندي في النسخة هذه كان تلقى دعوة رسمية من الاتحاد العالمي، هو ما ترشحش، وكان أيضا ما ترشحش لبطولة أوروبا الفارتة. منتخب متوسط، أنا شخصيا مستاء من المستوى الهزيل اللي ظهر به المنتخب التونسي أمام منتخب ضعيف كالمنتخب البولندي.
طيب حضرتك يعني مقيم في ألمانيا، ده برضو يخليني أسألك انطباع هناك الجماهير الألمانية ايه ومتابعتها للبطولة، وكمان من وجهة نظرهم مين الدول الأوروبية، من وجهة نظرهم مين أكتر المنتخبات المرشحة للفوز باللقب؟ في ألمانيا كرة اليد تعتبر اللعبة الثانية في ألمانيا، لأنه البطولة الألمانية تعتبر بطولة قوية وتضم أكثر من 20 فريق، ومتابعة كرة اليد في ألمانيا هي متابعة كبيرة، والصحافة الألمانية تفاعلت بكيفية كبيرة ياسر مع المونديال المصري. الضغوط على المدرب جيلاسون ضغوط كبيرة، لأن المنتخب الألماني تنقل لمصر منقوص من 5 لاعبين، وخير التعويل على بعض الشبان اللي خوضوا لأول مرة مونديال عالمي. الشبان هذم كان فازوا منذ 12 سنة بمونديال الشباب في مصر، وهذا شيء إيجابي لهم هما، ومتفائلين إنهم قادرين يحققوا شيء ممتاز في مصر. لكن على أرض الواقع شيء صعيب، لأنه في ظل تواجد الدنمارك الفائز الأخير بكأس العالم، وتواجد إسبانيا المنتخب الأوروبي والفائز بمنتخب أوروبا، إضافة إلى فرنسا والنرويج وكرواتيا، تعتبر حظوظ المنتخب الألماني بالفوز بالمونديال ضعيفة جدا. طيب حابة أسأل حضرتك، تفضل. يمكن يكون توب فايف، لكن أنه يفوز هذه تعتبر معجزة للمنتخب الألماني، اللي الصحافة لنا واقعيين وما ينتظروش من المنتخب أنه يفوز، لكن ينتظروا مشاركة مشرفة ومشاركات قادمة. يمكن المنتخب الألماني من المشاركة هذه يكتب الخبرة ويفوز في المشاركات القادمة، لما لا. طيب المواجهة النهاردة ما بين الأرجنتين والبحرين شايفها ازاي؟ هو تحدي للمنتخب المنتخب البحريني ولينا احنا كعرب، لانه مشاركه المنتخبات العربيه في الدوره هذه ما كانتش مشاركه ممتازه، ما عدا المنتخب المصري اللي قدم مستوى ممتاز. بقيه المنتخبات العربيه حقيقه مستواها متوسط واقل من المتوسط. مباراه صعبه نوعا ما، لكن قادر المنتخب البحريني انه يفوز فيها. طيب الصحف هناك في ألمانيا والصحافة بشكل عام، يعني انطباعها ايه عن البطولة من اول يوم حتى الآن؟ في الاول كان تخوف، لانه فيروس كورونا والظروف الحالية اللي يعيشها العالم ككل ساهمت انه المونديال يكون صعب نوعا ما، وحتى غياب الجماهير وغياب الصحافة العالمية خلى الناس الكل متقلقة. لكن من يوم ورا يوم نشوفوا انه مصر ولجنة التنظيم نجحت في كسب هذا التحدي. إن شاء الله نشوفه مونديال ممتاز، فنيا المستوى باهي، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة المستوى يتطور والتنظيم يكون ممتاز كما عهدناه.